وجه المرجع الشيعي قاسم الحائري ضربة قاسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإطاعته قرارات الولي السيد علي خامنئي بخطوة غير مألوفة اعتبرها متابعون فصلا جديدا من السيطرة الإيرانية. وعلى نفس الجبهة وصف اتصال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمقتدى الصدر بالحركة المكوكية الشيعية لحقد دماء العراقيين، واستغل الحزب نقاط قوته لحل النزاع بين الأقطاب المتخاصمين في العراق. فما دلالات اتصال نصر الله؟ وما هو تأثير صراع المرجعيات الشيعية بين النجف وقم؟ وهل إيران تسعى للسيطرة على شيعة العراق؟ الآن أمشي متأطئ الرأس وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد. بيان الحائري حمل عددا من العلامات الفارقة، إذ عزا عدم الاستمرار بسبب المرض والتقدم في العمر، كما وجه انتقادا لمقتدى الصدر ووصفه بأنه فاقد للاجتهاد وغير مؤهل للقيادة الدينية. وهذا ما أكده الصحفي اللبناني فادي بوديا باتصال مع الجديد، معتبرا أن بيان الحائري كان واضحا وبأن الخامنئي هو المرجعية الأعلى ويعتبر الولي الفقيه. طبعاً مرجعية الإمام الخامنئي بالعلم الفقهي هي المرجعية الأعلم، هو المرجع الأعلم، وبالتالي كان واضح أنه في يحمل رسالة دينية الموضوع، وهو أعلمية الإمام الخامنئي في عالم الفقه باعتراف ومجلس الخبراء اللي هني موجود عند المراجع، ولذلك هو الولي الفقيه. اثنين، الموضوع انه له علاقه بالترابط البيئه الشيعيه من ايران الى العراق الى لبنان، وما في بهذا الاطار اي شيء يعني يخالف المنطق، لذلك هذا ما حاول انه يحشر فيه السيد الحائري السيد مقتدى الصدر. كان واضح انه هو لن يقبل بما يفعله مقتدى الصدر على الساحه الشيعيه تحت عباءه مرجعيه او غير مرجعيه، وهون كانت الضربة السياسية للسيد مقتدى الصدر اللي تجرد من عباءة مرجعية ومن غطاء مرجعي ديني قادر على أن يحتمي في ظلال هذه الأفعال. أما عن أنصار الصدر الذين اعتبروا أن في بيان الحائري ولاء مطلق لإيران وهذا ما أشعل فتيل الاحتجاجات، علق بودية من جانبه أن الكثير من الأطراف حاولت استغلال هذا البيان وكشف عن السبب الأساسي وراء تقليد الحائري لخامنئي. مقتدى الصدر لم يكن يعني يدين بالولاء المرجعية إلى السيد السيستاني الذي يعد هو المرجعية الأكبر في العراق، فبالتالي راح إلى الحائري. الحائري هو واحد من المراجع الدينية المقربة حتى من السيد السيستاني، ولكن نتيجة الأفعال التي قام بها مقتدى الصدر ولجوءه إلى تحت عباية المرجعية الحائري، الحائري حول مقلدينه إلى السيد الخامنئي في إيران. طبعا حاول البعض أن يستغل هذا الحكي ليقول أنه في صراع ما بين مرجعية قم يعني مرجعية إيران ومرجعية النجف يعني مرجعية السيد السيستاني والسيد الحائر. بودية من جانبه نفى تدخل حزب الله بالعراق، وعن اتصال نصر الله بالصدر أكد أن ما يملكه حزب الله من علاقات يوظفه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الشيعية العراقية المتصارعة. حزب الله إن أراد أن يتدخل فهو يتدخل لوقف دماء التي لا تصب في مصلحة القضية ولا تصب في مصلحة سيادة العراق. وفي كل الأحوال حزب الله بما يملك من صداقات وليس بما يملك من إملاءات أو سيطرة أو غيرها، بما يملك من صداقات قادر إذا كان قادرا على تقييم وجهات النظر والوصول إلى ساحة مشتركة فهو لن يوفر أي جهد حول هذا الموضوع، وبالتالي كل من يحاول أن يقول أن حزب الله يعمل على ضبط الساحة
الشيعية بمعنى أن لديه السطوة ولديه السيطرة فهذا كلام غير صحيح. حزب الله يدخل على خط إيجاد مساحات مشتركة بين جميع الأفرقاء على قاعدة أن التفصيل العراقي لأهل العراق وليس لحزب الله.